أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا مرض يقال له لو ذهبت إلى الطبيب إذا اشتد عليك المرض، فهل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ لا لا، الذهاب إلى الطبيب سبب من الأسباب، والله أمر باتخاذ الأسباب، لكن يذهب معه إلى الطبيب ويؤمن بالقدر أنه إن شاء الله شفاه وإن شاء لم يشفه، وأن الطبيب إنما هو سبب فقط.